السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أمام هذه الغافة العملاقة اللي تسمى بغافة الميدر نسبة لمرض الجدري قديما. هذه الغافة كان قديما الشخص اللي يصاب بمرض الجدري يحطوه تحت هذه الغافة لما يموت. طبعا يحطوا حوله ماي وأكل عسبة أنه لو تعافى يرجع عليهم. فهذه غافة الميدر، خلونا نتعرف عليها أكثر.